Samane, Samane, Ega Ega Samane, Samane. يا اهلا وسهلا يا كابورا فندي. ايه اهلا اهلا. نامستي معلم بالكوامل. نامستي. يعني ايه نامستي؟ إيه كيف الاهوال؟ تمام. بص بعد موزه دي توحه اللي انا كلمتك عنها. ايه توحه كيف الاهوال ماما؟ تمام سي خبورة فندي. ايه خبور ايه؟ كابور كابور. اه قولي ماما انت كنت تشتغلي فين قبل كده؟ كنت بتشتغل عند ناس حبايبي زي سعادتك كده، بس عدم المؤاخذة هاجروا يعني. انا عايز بيانات الماما كامل عشان لازم كله يبقى تمام. غالي والطلب رخيص، اهي بياناتها كلها في الورقة دي. كله. عربي. ايه جا. تمام. قلت الماما مطلوب منه ايه بالظبط؟ طبعا هتعمل كل اللي انتوا عايزينه وزيادة شوية. تمام. ايه مش عايز مني اي حاجه بقى؟ استنى دقيقه. لو كنت بتعايب على لغوتي ده طلع ماما خالص. انا بقى كنت متجوزه واتطلقت الحمد لله، بس عندي عين عسل الواد منعم، عايشه دلوقتي مع امي وابويا واخواتي في ميت عقب. واليومين دول يا اختي بشتغل في الدلاله مع واحد اسمه ميمي، اجارك الله، راجل شراني قوي، نفسي ياكل عظمي قبل اللحم. يا ساتر، ايه كل دي؟ وليه اتطلقتي؟ اصل البعيد كان سكري وبيضرب بانجو، وكل يوم في المساء يرجع يرنيلي علقه على الفاضيه والمليانه، معرفش ليه، وكمان مشغلني خدامه عند امه في البيت. وايه اللي يخليكي تسيبي شقتك وتروحي تعيشي مع امك واخواتك؟ شقه ايه يا ام شقه؟ وانا كنت عايشه في شقه؟ انا كنت عايشه في اوضه انا وهو في بيت امه. بتقولي لي وشي محتاج نفخ؟ ده انت حياتك كلها محتاجه نفخ وعمره من اول وجديد. يا بنت انت هتتريق عليا؟ يعني انا احكي لك تتريقي؟ يعني يلا امشي يعني يا اختي. يعني عيني عليكي. ايه توها ماي فريندي، فهمتي هتعمل ايه؟ فهمت يا سي خابور، اديني بنضف اهو خلاص. قولي ماما المساحه دي بتاعت ايه؟ المساحه دي بتاعت الحمام. انت نفر مو تمام توها. يا توها افهم بقى، بقالي ساعه بفهمك وانت مش راضي افهم. هذه مساحة للحمام ودي لغرف النوم. ركز ماما كده يعمل جراثيم كتير. يلا وريني تعمل ايه زي ما علمتك. حاضر. دي بتاعت الحمام ودي بتاعت المطبخ ودي بتاعت معلش يا سي خبور خبطتك وانا مش واخده بالي، عايز حاجه تاني؟ لا ماما خلاص. كابور مش عايز حاجة. كابور يخش ينام. سلام. سلام ده ايه؟ مش هنكمل تنظيف بقية الشقة؟ انتي نظف ماما. انا حران. انا طب تعالى بس لما اقول المساحة دي بتاعت ايه؟ انتي شايف ايه ماما؟ انا شايفة يا اخويا ان كده ينفع وكده ينفع. اللي تشوفه ماما، اللي تشوفه. جاتك نيلة خيبان، ما كنتش عارفة انك خارع كده. بس يا بنت انت طلعتي طيب. وانا بنت اللي طلعتي جدع، يعني جبتلي جلابتي من عند الناس الوحشين دول، وجبتلي دواء من الأرزخانة، برضه الواحد ما ياخدش بالظاهر، يعني على رأي المثل، تعرف فلان أعرفه، عشرته لا، يبقى ما تعرفوش. تعرفي؟ أنا كنت في الأول زيك كده، طيبة قوي وأسخم كمان من كده. بس الناس في مصر غير بلدكوا خالص. الناس في مصر هنا لازم توريهم العين الحمراء من اولها بدل ما يبهدلوكي ويجرجروكي. لا ما تقوليش كده، دي مصر حلوه، مصر حلوه وناسها حلوين، وانت حلوه اهو. ده في الاول بس، ما تاخديش على كده، ممكن فجاه اوريكي وش نداله. هتشوف. والنبي؟ لا بجد ولا ايه؟ يلا يا هبله يلا. البيت اهو. هو ده؟ يلا. اطلع. هعرفك على خالتي بقى. يعني انت مش قايله لها انك بتشتغلي في البيوت؟ لا. الله يا بنت، امال بتقولي لها انت رايحه فين وجايه منين؟ بروح مع فدوى جارتها الحضانه اغير العيال الصغيره. قولي لي يا وز اعمل ايه؟ اقول لها ايه؟ مش عارفه يا اختي ده ايه ده؟ حضانه ايه اللي انت بتشتغلي فيها ما عليا؟ طب بصي انت تقولي لها وانا رايحه الحضانه كانوا بيحفروا الشارع عشان يركبوا مواسير صرف صحي. قمت انا متبعككه متبشكله متفشكله وقعت في الحفره. تصدقي؟ يخرب بيت عبطك. يا نورة أنت، يعني أنا أقول لها الحرق ده جه منين؟ يبقى مواسير صرف مية سخنة. بس يا بنت خلاص. أنا أعمل لك إيه بقى يا بنتي؟ أنا عايزة أفهم بقى بالظبط. قولي لي. أيوة. إيه اللي حصل؟ بليلة سخنة اتدلجت عليا. بليلة؟
بليله ايه يا اختي دي اللي دلقت عليك؟ بليله باللبن. بليله باللبن؟ اوي يا فرحه قلبي، يا فرحه قلبي بالقوي. تصوري ان انا كنت فاكراها انها ساده. ربنا ما يحرمك من العبط يا بنت اختي. يا خاله يا خاله افهمي، انت عارفه الحضانه؟ عارفه الحضانه صح؟ وهي قايله لك انها بتشتغل في الحضانه صح؟ اهي عارفه اهي. العيال بقى العيال شقاوتها ما اقولكيش. بيضربوا بعض بالبليله اهو. والله انت بتستعبطي يا بنت ولا بتستعبطي؟ بليله ايه اللي العيال بتضرب بعض بيها؟ فرستيني ونقطيني، وعرفتي دلوقتي امك مفروسه منك ليه؟ يا بنت يا بنت، ده انت تفرسي بلد بزيها. ربنا يخليكي ليها يا خاله، ربنا يخليكي ليها. لازم بس تعتني بيها وتعملي لها اكله كده حلوه وتشوفي الجرح بتاعها برضو. انت زي امها، امال هي هتروح لمين؟ امال هي عايشه مع مين يا شيخه؟ حرام عليك، حرام عليك. حرام عليا انا؟ قبل ما تنام بس تعملي لها طبق بليله باللبن، هتبقى زي الفل. سلام عليكم. ماشي يا اختي. ماشي يا حنينه. ايوه انا حنينه. مع السلامه يا اختي. يلا ما تنسيش وانت خارجه يا حبيبتي تاخدي الباب في ايدي. هاخده. حاضر. مع السلامه. مين البت دي؟ وزه. وزه؟ اوعى يا بنت تكون هي اللي عملت فيكي ده كله وانت بداري عليها مش عايزه تتكلمي. ما قلت لك البليله. ايوه. لا هبات الليله دي بره. بكره بكره ابقى اديكي الفلوس. بقول لك ايه؟ رشا كويسه؟ بتذاكر؟ طب والنبي تبوسيها لي. ولا اقول لك اسمعي اسمعي، اديها انا اكلمها. الو. ايوه يا نور عيني. وانتي كمان وحشتيني قوي. لا هبات الليله دي وبكره هبقى عندك. حاضر. هجيب لك كل اللي انت عايزاه. بس انت ذاكري كويس. مع السلامه يا حبيبتي. مع السلامه. تعملي ايه ماما؟ بتكلم في التليفون. تليفون؟ تكلمي مين في التليفون؟ بكلم قرايب. تعملي ايه تاني ماما؟ بدردس. تلبسي ايه ماما؟ بقولك ايه سيخ ابويا، هو انت بتاكل ايه؟ دي دجاج بالكاري. يعني ايه؟ يعني في شطه كتير. يعني حراق قوي ماما قوي. انما قول لي هما جايين بكره ولا ايه؟ ايه جايين بكره ماما. وانت يا اخويا عندك كوتشينه؟ ايه ماما عندي كوتشينه جوه. حلوه قوي ماما دي، نمره قوي يا اخويا. طب ما تخش تجيب الكوتشينه. اوكي خش جيبها من جوه. لا ما تخشش تجيبها من جوه، تعال انا وانت نخش نلعب جوه. يلا.